ما حسناش غير انه في نار وشغلات صارت تنزل علينا وما صرنا ندور على بعض وكان الدنيا طفت الكهرباء فجأة وبطلنا نشايفين بعض وبس الإزاز كان ينزل على وجوهنا مش عارفة كيف أوصف لك مش زربكم مش عارفين ايش اللي كيف طلعنا احنا مش عارفة مش عارفة كيف طلعنا يا سير في المعمداني مجازر ما حصلش في تاريخ القضية الفلسطينية ايه بالكلام اللي بيصير الصحافة تقول له بايدن تقول له الكلام هذا كيف بيصير إرهاب في غزة وانت على مسمى ومن على عالم رعاياك موجودين في غزة ما كلمناهم شيب شيب علينا وين بتطلع اختي مش هذا